مرحلة الرباط المتوفي. وأذكر أيها الجمهور الكريم فالمراوي صلاح علم الترتيب الإفريقي. دمسورة الكريا مع البطل مراوي صلاح الدين والخلي صلاح اليد. هذه الهدية من كرة اليد صابر الحسن. صدقوا على صابر الحسن وابن مدينة مكناس. هذا البطل الذي شرف الرياضة المكناسية في المحافل الدولية والرياضية. فهنيئا لصابر الحسن، هنيئا لهذا البطل المثابر، هذا البطل الذي يعد سقاء. السيد مدير شركة أسطى. المدينة عاصمة الرياضة تستقبل قافلة الطواف، طواف 29 والتي تنظم هذه السنة بموازاة مع الذكرى المئوية لطواف المغرب، والمنظم كذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. احنا سعداء في الدراجة المغربية على أن مكناس مدينة الملوك خصصت استقبالا ملكيا لقافلة الطواف، وهذه الذكرى المئوية تتسد كذلك بأنه بهذه المناسبة البطل المراوني صلاح الدين المتزعيم للترتيب الإفريقي تأخذ الرتبة الأولى في مدينة مكناس. أنا سعيد جدا باسم الدراجة المغربية وباسم الرياضة المغربية أن تكون هذه النتيجة قد حصلنا عليها بمدينة مكناس التي عودتنا دائما على النتائج الجميلة. أشكر السيد العامل، أشكر الجماعة الحضارية في شخص رئيسها وأعضاء مجلسها المقارين، أشكر السلطات المحلية كل واحد باسمه من الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، لأنهم بفضلهم هذا الطواف يستمر. هو تراث مغربي ديال جميع المغاربة، وجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وأن نقويه، لأنه هو عربون ديال واحد البلد التي تعيش في الاستقرار والامان والاطمئنان بفضل الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله.